ألف مبروك، ألف مبروك نجاح السواعد المصرية والجهود المصرية والدولة المصرية في حل أزمة الباخرة البنامية في قناة السويس، وانتهى هذه الأزمة على خير الحمد لله. لكن الشيء بالشيء يذكر، منتخب مصر راح لعب المباراة اللي فاتت، لعب في أجواء كانت صعبة، لكن الأداء كان أكتر من سيء. يعني لو فيه تحت الضاد جيم ياخدها ياخدها كان، فالناس كلها تشككت في انه المنتخب هيغرق وكده، المساله مش ماشيه صح، والكل انتظر ضمننا التاهل، وفضلت الناس تتساءل هو الاداء ولا اللعب. ما كانش مقبول ابدا او مش مقنع الحقيقه من الجهاز الفني انه يطلع يقول العبره لهدف تحقق وهو التاهل. ما هو ما فيش اهدافها تتحقق باداء سيء على طول، فانتظر الجميع مباراه اليوم مع جزر القمر علشان نشوف حجم الاداء هيمشي ازاي، خاصة بعد ما ضمننا التأهل. لكن والحمد لله فوز كبير وأداء ينم عن نجاح عملية التعويم. التعامل مع كرة القدم ومنتخب مصر والشغف بالزمالك والأهلي والأندية الشعبية طبعا هو ده اللي خلاني أفكر إيه اللي إحنا فيه. يعني هو طبعا في، يعني لما بقرا يورجن كلوب لما اختاروه أحسن مدرب في العالم واللي قاله انها مجرد لعبه، يعني كلنا بنحط همنا فيها 90 دقيقه عشان تخرجنا من همومنا، لكن مين قال ان احنا يعني عايز تستمتع طول الوقت روح السيرك يعني او روح حته تانية. يعني كره القدم فيها صراع، جوهر الصراع وتدفق الادرينالين ما بين القلق والخوف والترقب، والقلق بيبقى على النتيجه، والقلق بيبقى على الاداء، والقلق بيبقى على نجم انت بتحبه وقع اتعور، والقلق على صفارة حكم مش عاجباك وتعليق على من منافس. كل ده بيفكرني من الاول خالص لقيت الله دي مساله في الجينات، في الغريزه البشريه عايزه تشوف صراع. كان زمان العبيد والاسود ويقعدوا الناس تستمتع مين اللي هيموت التاني في معركه غير متكافئه، واخد بالك؟ وبعدين العبيد لما لقيناش اسود يعني يبقى العبيد والعبيد ويقول لك اقتله ولا اعفو عني اعمل له كده، يقول له لا اقتله كيل كيل كيل. يعني وصل الـ يعني ان الناس تبقى محمومه الى هذا المستوى. التهذيب بقى اللي وصل لكره القدم يخلينا او الصراع الحلبه، سواء مصارعه ملاكمه صراع الحلبه، لازم يخلينا نفكر الرياضه يعني خدت هذا الصراع المحمود اللا انساني حطته في قالب انساني. ان احنا يقول لك الروح الرياضيه، السلوك الرياضي، حتى الملاكمه التي يدمي فيها كل واحد الاخر ليها اثكس، ليها قواعد، كود اخلاقي، وهم الناس بتلعب وفي الاخر يبقوا مشرحين بعض وقاعدين يسلموا على بعض وياخدوا بعض والحضن. فكره انك وانت مهزوم تهاني المنتصر، وانت منتصر تطبطع مع المهزوم، التواضع عند النصر، عدم الانكسار عند الهزيمه، هذه القيم هي بقى جوهر الصراع الان او ما ينبغي ان تكون عليه الرياضه. فمش عايزين نزعل قوي لما يبقى الاداء مش عاجبنا. ادي احنا الناس طبعا واضح انك انت لما تبقى متوتر يا استاذ ابراهيم انت رايح ايه؟ ان ما كسبتش كينيا هتبقى في موقفك خطير متازم، فانت عايز تخلص من الماتش. الجون جه بدري، خليك نفسيا بتقول يا رب الماتش يخلص على كده. انا لكن خلينا النهارده ابتدوا بدري وما توقفوش، وكنا هنخش بقى في رغي هو المحترفين لازمتهم ايه، هو صلاح ليه مش بيبذل الجهد، هو النني زعلان ولا مش زعلان، هو تريزيجيه ايه اللي جراله، طب وبعدين هو مين، مصطفى محمد ولا شريف، كلام لا ينبغي ان هو يشغلنا قوي. فالحمد لله النهارده يعني 25 دقيقة أنهى فيها الجهاز الفني وفريق منتخب مصر المهمة، أداء ونتيجة. أصبح الوقت عايزين يقولوا بقى يعني صفر بقى أداء على قد المباراة، مصر تصدرت كما ينبغي، كل التهنئة للجهاز الفني واللاعبين، كل التهنئة للشعب المصري والجمهور المبسوط، وضروري يكون فيه انبساط النهاردة ولا يبقى مزودين. هيقول لك ال90 دقيقة الأربعة لازم يبقوا 20، لا ما فيش كده.